كأس الخليج في نسخته 25 ستقام في البصرة في العراق، وأنا متحمس جدا. تحية حب وتقدير واحترام لإخواني العراقيين كلهم، إن كانوا من البصرة أو من بغداد أو من أي محافظة أخرى من العراق الحبيب، من العراق العظيم. أكثر شيء شدني للبطولة اللي راح أكون معاكم فيها بكل صغيرة وكبيرة، وبنقل لكم كل شيء، ما بخلي لا شادة ولا واردة إلا أقدم لكم إياه بإذن الله تعالى. لكن أكثر شيء شدني الصراحة التعويذة الموفقة، الاختيار الرائع للتعويذة لكأس الخليج 25 اللي هي شو؟ السندباد البحري. فاجأت وما توقعت وما خطر على بالي، وكنت سعيد وكنت مبتسم لما عرفت ان التعويذة هي سندباد البحري. ذكريات الطفولة، تذكرون سندباد البحري ولا ما تذكرونه؟ ها شو غنية المقدمة؟ ها انا سندباد المختلف على ببحر احترف، تذكرونها ولا ما تذكرونها؟ اغنية النهاية شو كانت؟ اغنية النهاية ها أغنية النهاية كانت تقول ما زال عندنا سندباد، ما زال عندنا للأولاد أفضل سندباد وياسمينة، تذكرونها لو ما تذكرونها؟ استانست فعلا فعلا فعلا، اختيار موفق ورائع، وأكثر من رائع أن التعويذة تكون السندباد البحري. لكن هل عندكم معلومة عن السندباد البحري أو من يكون السندباد البحري مشاهدين الكرام؟ السندباد البحري هو شخصية أسطورية من شخصيات ألف ليلة وليلة، وهو بحار من بغداد، عاش في فترة الخلافة العباسية، ويقال أن السندباد الحقيقي تاجر بغدادي مقيم في سلطنة عمان. وتعد حكاية السندباد البحري واحدة من أشهر حكايات ألف ليلة وليلة. وعلى طار السندباد البحري، هنالك مسرحية كويتية رائعة وأكثر من رائعة اسمها السندباد البحري، عاد نذكرها من أيام الطفولة ولليوم والله العظيم أشوفها وتابعها، بطولة عبد الرحمن العقل، خالد العبيد، هدى حسين، رجاء أحمد، استقلال أحمد، مسرحية جبارة حافظها أنا من بدايتها لنهايتها، وحافظ كل أغانيها. تذكرونها ولا ما تذكرونها؟ اكتبوا لي في التعليقات في تحت الفيديو أصلا إذا كنتوا تعرفونها ولا ما تعرفونها من أغاني المسرحية. يا حاضرين يا كرام، أول ما نبدأ بالسلام، السلام عليكم، عليكم السلام. أيضا في شتعرف عن النعامة، شتعرف عن النعامة، النعامة طير كبير لجناح وما يطير. أيضا في تقول أمي اللي يحب الناس يا وليدي يحبونه. وأيضا في شو الأغنية الشهيرة اللي كسرت الدنيا هذاك الوقت وإلى الآن، بلادكم حلوة حلوة بس الوطن ما له بديل، بلادكم حلوة إلى آخرها. وشاءت الأقدار وصادفت أني عزمني الفنان الكويتي الكبير عبد الرحمن العقل في بيته، ولبيت الدعوة وشفته معلق قميص السندباد البحري في مجلس بيته. اكتبوا لي رأيكم في التعويذة أسفل الفيديو، ولا تنسوني من اللايك والفولو.